500 ألف توجع، لكن ظنك أنك تسدد هذه حكومة ما فيها مزح تكفى. ومن قالك أني أمزح معك يا أخوي؟ شوف مرتخي، قدم رجل، تأخر رجل، أتفشلنا قدام الرجال. أنا إذا ارتكيت ارتكيت على رجال. ها أبو عايض أبوه، أنا معك في الخير والشر وكفيل. أنا نعم أنا كفيله. تم. أجل خذ اكتب اسمك هنا ووقف. حسن خطك يا أخي مشبوب. وش معك في البلية هذا؟ تلعب بلوت وليش؟ لا يا رجال، أتابع الأسهم الأمريكية. إيه هك نافدك ألزق جبا. أسلم بشار، هذه قيمة السطح نافدك. أيه السطحة. الله الله. أي صار، أنا بقابل الرجال بعد ساعة وساعتين وأقول لك وين تستلمها. بيض الله وجهك. جابر نصحني أشتري سطحة وأعطيتها الدراهم. طيب. ويوم جت السطحة ما فيها مكينة. يعني كيف تبغى مصلحتها؟ بفهم. يا حبيبي هذا يدبر له صلحة. شهرين ثلاثة الرجال على حسب ظروفه يجيب 30,000 ثانية يشتري مكينة ووفر حق الميكانيكي. أنا بنفسي أصدق له المكينة في السطحة. تطلع كاملة مكملة ب60,000 سطحة ب60,000. الله والله 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 اني ظلمت الرجال. والله يبغاني الخير لك الله. اخ مشبب، انا الحقيقة وصلتني دفعة جوالات من حيفا، اذا حولك 50,000 انا احجز لك كمية. لا والله لا والله يا جبر، انت لا خليت ولا بقيت، بيحت بعد معي شيء. لكن وش صناعات الجوالات هذه؟ اسرائيلية. والله انك ما تستحي على وجهك. أنا ما أستحي. والله ما تستحي. ليش مكبر الموضوع؟ والله ما تستحي، وإني محشمك في بيتي، لكن ما تستاهل الحشيمة. فك فك الفنجال، فك السيجار ولا هات الفنجال، هات الفنجال. والله ما تستحي على وجهك. طيب سوي لي إكسبريس والله يرضى عليك. شوف حنا بنستأجر السيارة أسبوع ونرجعها لك كل يوم بعد المغرب، تقضي مشاويرك على راحتك. ها سلام، ومن هو المستأجر؟ والله هذه سيدة فاضلة من الحارة، وتستخدمها في حدود حارة تقضي مشاويرها ولوازمها كذا أسبوع. أيوة وربها إن شاء الله تدفع. أي بتدفع بتدفع. بس وش نوع سيارتك أنت؟ عراوي. ها؟ عراوي. أي عراوي. يا كثر ما جيت ساري في عراويك. مكالمة ورا مكالمة، شغلتنا تراك. شغلتك؟ هذه مواجيب والله ما خليها لو كان على قطع رقبتي يا جبر. وأنا أبو عايض. وين ذا الرقبة عشان يجيها شيء؟ المهم وش فيه؟ وش عندك؟ يا أخي هذه علوم قبائل وأنت رجال أمريكاني، ما لك في علوم القبائل. أفا جاي من سكيم وأنا خير؟ إيه طال عمرك، فيه ولد عندنا ذبح زميله في المدرسة. ذبح الولد صدق؟ نعم، نحن ما نخلي ثارنا. آه ملحياط يا مشبب. طيب وبعدين؟ أيوة هو بعدين طال عمرك جاهات وشوخ قبائل، ورحنا لأبو الولد هذا الله يجبر مصابه، وطلبنا يتنازل. قعدنا سنة لين وافق إنه يتنازل، لكن مقابل 35 مليون. نعم 35 مليون ريال. 35 مليون، هلا والله بالقبائل وشيوخ. أنتم تشرفون من فوق، فوق شيوخ تشرفون على جمع الدية، ما تدخلون في التفاصيل الصغيرة هذه. وتحت الشيوخ تشكل لجنة مالية مني أنا وأخوي مشبب، وأنا والله ولدكم أعتبره واحد من عيالي، وأنا اعتبروني واحد منكم. كفو 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 في ذمتك. الحين خشوك صدق، انقلع. هذا في حد علمنا وعفاكم. أي أحسنت، هذا أنت عندك القفلة. أقول لك اعزمها اعزمها، ذبح له منتو. الليلة الليلة نبغاك دخيلك معنا تيس جفر صغير، تعش معنا الليلة. أنا متغد متعش مفطر. أحسنت. الله ما يسد شبك غلب. حاول حاول تدفها بفرموز هذه المرة، شوف حاول. طلبتك الليلة التيس لباني يحبه قلبك. برضو كمان تيس دخيلك. دخيلك قاعد ترشيني بكي. سلام عليكم. هيا سلام عليكم. هيا سلام عليكم.